قصة الليلة. الرجل كان عبد فقير والهيئة ديالو حالتها، واللي شافو يقدر يحتقرو. أشعت أغبر وكان تعيش في بلاد اللي سميتها النوبة في جنوب مصر، من أهل سودان مصر. القرية سميتها نوبة الحبشي، وكان رجل بحاله بحال أهل القرية، أفطس، شنيفو كبار، قصير، ورجليه مشقين. يقال بلي أنه الرجل الوحيد اللي كان عايش في هذه القرية اللي قادر باش أنه يحل النقاشات، وكانوا كيتصنتوا ليه. ذكر أيضا بلي أنه ما معروفش عليه أهل ولا مال، ولكن رجل اللي هو شجاع، كان تعيش بحال الناس من غير أنه مولانا تعالى غادي يقذف في القلب ديالو واحد العلم اللي هو كبير، حتى اختلفوا الناس من قبل واش هو نبي من الأنبياء أو عبد صالح. وغادي يتفق جمهور من العلماء في الأخير على أنه عبد صالح اللي كان أعبد الناس في الزمن ديالو، وعطاه الله الحكمة وعمر قلبه بالعلم. شكون هو؟ فايت لكم سامعينه، داكشي باش غادي نقول لكم تابعوا معايا قصة الليلة باش تعرفوا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، كيف العاده المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. وهنا اليوم تحت الطلب نتاع معظمكم اللي تيطلبوا مني القصص الدينيه، جيتكم بواحد القصه اللي ما يمكنش ما تكونوش تعرفوا صاحبها، ولكن القصه والاحداث بداتهم ما عرفتكمش واش عارفينهم ولا لا. فقبل ما ندخلوا في القصه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب كيف العاده، وتدعموا هذا المحتوى اذا كان تيبان لكم بلي انه يستحق. فغير ما نعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدأ. قصة الليلة عن لقمان اللي تلقب بلقمان الحكيم، ومن لا يعرفه. قصة وأي قصة، تاريخ وأي تاريخ، كل ما دزنا على صورة لقمان كان تذكره الحكمة اللي ما عندها حتى شي علاقة لا بلون الإنسان ولا بالأصل دياله ولا بالفصل دياله، حيت مولانا أعز أقوام وأخفض آخرين. لقمان الحكيم كان معروف عليه أنه عميق النظر وما تينعش بالنهار نهائيا، عمر شي حد ما شافو كيبزاق ولا كيتنحنح ولا كيتفلى ولا غارق في الضحك ديالو. كان تزوج ودارو وليدات ولكن ماتوا، ويقال بأنه ما بكاش عليهم. ذكر أيضا أنه ابن أخت سيدنا أيوب عليه السلام أو لا ولد خالته، وغادي تولد على 10 سنين من ملك داود عليه السلام. تعلم الحكمة على يد هذا النبي، لما كبر غادي يخدم قاضي عند بني إسرائيل، ومن بعد غادي يولي قاضي قضاة. غادي تختلف طبيعة العمل ديالو واش كان خياط ولا نجارة ولا الرعي. مولانا تعالى غادي يسمي صورة على قدها بالاسم ديالو اللي عظم الشأن ديالو. رب أشعة أغبر ذي طمرين، زعما لا حوايج لا وجه لا شكل، مسكين فقير يحتقره الناس، لو أقسم على الله لأبره. بمعنى إذا قال يا ربي بغيت هذه أنها توقع كيلبيها ليه مولانا في الحين، لأن الأمر يا سادة يا كرام ماشي بالمظهر ولا بالشكل ولا بشنو لابس ولا بلونك ولا باسمك ولا حتى الأصل ديالك، ولكن بالقلب إذا صلح مع الله وقوة العلاقة ديالو مع مولانا. هنا سيولي ولي من أولياء الله، من عاد لي وليا آذنته بالحرب. هذا كلام ديال مولانا. كيتدرج الإنسان في العبادة حتى كيولي كيف قال مولانا في حديثه القدسي، كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي أبصر بها، ويده التي أبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذت له. فشكون هاد الناس يا ترى؟ هادو أولياء الله في أرضه، الأنبياء هم أولى الناس بالولاية، ولكن يقدر يكون رجل ليس بنبي ولكن ولي الله، لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجي نرجعو شي شوية الحكاية ديالنا. من القصص اللي كتدل على حكمة لقمان أنه واحد النهار كان لقمان الحكيم عند مولاه اللي غادي يطلب منه أنه يذبح ليه شاة، فذبحها وقال ليه مولاه وهو تيسلخها خرج ليا أطيب مضغتين في هاد الشاة. لقمان غادي يقطع اللسان والقلب وعطاهم ليه. شنو هذا؟ هذا لسان وقلب. دازت الأيام وقال السيد للقمان مرة أخرى ذبح لي شاة وخرج لي منها أخبث مضغتين فيها. فعلا غادي يعود يخرج ليه اللسان والقلب وعطاهم ليه. شو كدير؟ طلبت منك أطيب مضغتين خرجي لي قلب ولسان، ودابا طلبت منك أخبث مضغتين أعطتيني نفسهم. نعم وما أطيب مضغتين إذا طابتا
وما أخبث مضغتين إذا خبثا وقد آتينا لقمان الحكمة. هنا غادي أمر السيد ديالو باش أنهم يحرروه للحكمة ديالو والذكاء ديالو. فهاد المرحلة لقمان غادي يتاخد قرار باش أنه يخلي مصر ويمشي لفلسطين. غادي يخدم مع سيدنا داود وتأكد نبي الله بلي أنه هاد لقمان عنده حكمة وحطو قاضي لبني إسرائيل. لقمان ما كانش كيدوي بزاف وكثير الصمت، ولكن إذا دوى كان كلامه تيكون كله حكم وعلم. قال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن لقمان كان عبدا كثير التفكر، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه الله، فمن عليه بالحكمة. في بعض الآثار والله أعلم أنه لقمان الحكيم خير ما بين النبوة والحكمة، وقال قلب لأنه أخاف أن لا أكون أهلا للنبوة حيتاش الحكمة سهلة عليا. فالناس كلها كتسمع بلقمان وكل شي تعرف بلي أنه أحكم أهل زمانه، ترقى في العبادة وفي العلم وحتى في الحكمة. واحد نهار شافوا رجل وقال ليه: ألست أنت الذي كنت عبد لفلان؟ قال لي: نعم، أنعم الله علي، زعما بهذا الدين والعلم والحكمة. بما؟ بطول الصمت، عفي لساني، غض بصري، وترك ما لا يعنيني وعفي لساني. معناه يتكلم غير بالخير، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو يصمت. وغض البصر زعما الواحد اللي كيشوف الحرام ربي كينزع داك النور والفراسة من قلبه وكيولي شخص ليه وسفيه. وترك ما لا يعنيني أنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، بمعنى يدخل سوق راسه. هذا الرجل عنده أثار كثيرة وحكم عظيمة. كان كيقول للناس تعلموا العلم ماشي باش أنكم تجادلوا به العلماء ولا السفهاء. كان يوصي الناس وتيقول لهم اجلسوا مجالس العلماء، فإما أن تستفيدوا منهم علما أو تنزل عليكم الرحمة، لا يشقى بهم جليسهم، كيف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة إن أشكر الله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أي أن الله تعالى جعله شاكرا لله على هذه الحكمة. هذا لقمان كان عنده ولد اللي كان ديما تيعيضه وكان تيحرص على أنه يربي هذا الابن بالتربية الصحيحة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أول شيء غادي يوعد لقمان به ولده بواحد الشيء اللي هو عظيم، قال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أول حاجة ولدي، إذا بغيتي تنجا من عذاب الله كن موحد، لأن الشرك هو ظلم عظيم ومولانا لا يغفر أن يشرك به. يقدر يجي الإنسان يوم القيامة موحدا عنده ذنب ويغفر له مولانا، ولكن إذا كان أحسن الناس خلقا وهو مشرك فهذا الشيء ما غاديش ينفع عند مولانا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. داكشي باش لقمان أول حاجة غادي يبدأ في الموعظة ديالو مع ولده: إياك والشرك، وإلا حتى شي حاجة ما غادي تنفعك. واحد النهار كان لقمان وولده في واحد السفينة في البحر، وجا ولده عنده سولو: يا أبي، إذا رميت هاد الصخرة في هاد البحر بين الأمواج اللي كتمشي وكتجي وفي هاد الظلام نتاع الليل، أي يعلم عنها الله؟ قال له لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. يعني ماشي غير في البحر، ولا وسط الجوف نتاع الصخرة تكون حبة خردل، أو في السماوات أو في الأرض، زعما في باطن الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني ما كتخفى عليه حتى شي خفية، ذرة يعلمها الله عز وجل وسيأتي بها يوم القيامة. ما تقولش أنا درت واحد الحاجة في واحد القنت مخبي ومسدود عليا حتى حد ما كيشوفني، ولو كنتي في جوف الأرض. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هذه هي الحكمة اللي تغرسها لقمان في قلب ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهنا غادي يبدأ معاه في النصيحة. أعظم حاجة في العبادة بعد التوحيد ومراقبة الله هي الصلاة. يا بني أقم الصلاة، ماشي يا بني صلي وصفي، أقم الصلاة الصحيحة اللي قبلها منك مولانا. هنا غادي تبدأ الحكمة وأمر بالمعروف، شجع الناس على الخير وكن داعية، ونهى عن المنكر بالأدب والأخلاق والتعامل الحسن. ولكن كأن لقمان كان عارف لأنه اللي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فالناس ما غاديش تسكت عليه ولا تخليه، غادي تعارضه وتعانده وتقدر تأذيه كاع. داكشي باش قال من بعد: واصبر على ما أصابك، يعني غادي تجيك ابتلاءات، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر على العبادة ودعوة الناس من أهم الأمور وعزمها. يا بني اصبر
وتحمل. تخيلوا هذا الرجل الفقير جلس ينصح ولده وربي تيحكي لينا قصة نتاع النصيحة مع ولده. بعد هذا الشيء قال له توحيد، مراقبة الله، الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن بعد أهم حاجة الأخلاق ديالك مع الناس والتعامل ديالك معهم. أش غادي يستفدوا منك الناس إذا كان عندك هذا الشيء كله والأخلاق ديالك ما مزيانينش؟ ولا تصغر خدك للناس، بمعنى الناس اللي كيف تنقولوا بالمعنى العامي هزين خنفرهم للسماء. ولا تمشي في الأرض ما راح، يعني ما تمشيش متكبر ما بين الناس. أنا ما وصلني مولانا لهذا المرتبة إلا بالتواضع ديالي. إذا تواضعتي لربي راه غادي يرفعك. إن الله لا يحب كل مختال فخور، لأن ربي يبغض المتكبرين. بمعنى يوم القيامة كيجيو دوك المتكبرين بحال النمل وكيستمع لهم الناس في المحشر. فإياك والكبر واحترم خلق الله عز وجل. من بعد قال ليه واقصد في مشيك، يعني حتى في المشية ديالك كن معتدل وما زربان ما بشوية. واخضض من صوتك، ما تغوتش على الناس، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في الأخير القرآن الكريم ما ذكرش لنا الوفاة نتاع لقمان الحكيم، وما ذكرهاش حتى في كتب التاريخ. كاين اللي تيقول أنه القبر ديالو في فلسطين المكان اللي تولد فيه عيسى، وكاين اللي تيقول بلي أنه تدفن في اليمن، وكاين اللي تيقول في السعودية. ولكن يومنا هذا ما كاين حتى شي دليل صحيح اللي كيدل على شي بلاصة. هذه هي كانت قصتنا الليلة. ما تنسوش أنه أكرمكم عند الله. خليوا لتحت في التعليق ديالكم شنو الكمالة ديال هذه الآية. فدمتم في رعاية الله وحفظه، وجمعة مباركة. سلام سلام.